أكبر لله الحمد سبحان من نور قلوبا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد ووعدهم دخولا باب من أبواب جنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له الرهب الريان لا يدخله إلا صائم شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أسرة ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام ألف شهر في العدل والإحسان وأرسل فيه الملائكة بتبليغ سلامه على كافة قاف من أهل الحق والإيقان وغفر لهم جميع القبائل والعصيان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في الدارين خاتم النبيين رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين خصوصا على الإمام سيد أهل العرفان خليفة رسول الله في كل مكان أمير المؤمنين أبي بكر الصديق على وأهل التغيير أمير المؤمنين عمر بن الفاروق فاروق المؤيد للإحسان رضي الله تعالى عنه وعلى إمام حبيب الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أجل الشجعان مطعم المساكين والجيعان أمير المؤمنين علي المرتضى كرم الله كرم الله تعالى وجهه القريب وعلى الإمامين الفاضلين القاملين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمه الشريفين المقربين بين الناس حمزة والعباس رضوان الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعل الله تعالى إذا المؤمنين ورجال طالبين أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمة وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا إله العالمين صدق نماز عيد الفطر باب نباز جامع قبول ومقبول فرما آمين مولائے کریم ہم سب کے صغیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما آمین مولائے کریم اندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین مولائے کریم ہم سب کو جس طرح ہم رمضان مبارک کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کیا مولائے کریم اس طرح رمضان مبارک کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما مولائے کریم ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما ہم سب کو منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما مولائے کریم ملک پاکستان کی خیر فرما دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما السلام علیکم گائز میں محمد عمر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مارک الیو گائز عید الفطر کی نماز ادا کر دی گئی ہے لوگ عید مل رہے ہیں اور خطبہ ہو گیا دعا ہو گئی اب اس کے بعد گلے ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں تھینک یو ویری مچ
ये देखें गाइस, ये बच्ची भी नमाज़ पढ़ने के लिए आई हुई है ईदगाह ग्राउंड के अंदर। क्या नाम है बेटा आपका? बेटा आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए। ये पता नहीं अभी विद्युत में आ गई हैं कि आज ईद का दिन है। शर्मा आ रही है बच्ची, और ये इनके भाई हैं। वही वही अपने मैं कैमरामैन के साथ मौजूद हूँ। आज मैं खुद कैमरामैन बना हुआ हूँ इनका, आज इनके वीडियो बना रहा हूँ। मार्क 11 की जानिब से आप तमाम अहले वतन को ईद मुबारक, और अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ कैमरे के आगे आमीन।